تخجل. شفاك الله شفاك الله، أنا أحفظ معلومة جديدة لأثبتها في ذهني. رويد اسم فعل أمر بمعنى تأنى وترفق. وما يدريني أنك صادق. الكتب، المعجم، افتح المعجم على مادة رودة تجدي أرود الرجل في مسيره روادا ورويدا، أي تأنى ورفق وتمهل. لن أفتح المعجم. من سمح لكم أن ترفعوا أيديكم على النسور؟ ماذا؟ في هذا البلد كل من يقصو على النسور يكون عقابه الموت. كلام سخيف. اسكت، أنتم متهمون بالهجوم على النسور، لن نسامحكم، اقبضوا عليهم. ماذا؟